السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل طريقة حلوة جدا للفراخ، بس قبل ما ندخل على المقادير ياريت تحط لايك والاشتراك في القناة لو لسه مشتركتش معايا عشان يوصل لك كل جديد، وندخل بقى على الفرخة بتاعتنا الجميلة دي. انا معايا كده اهوت بقى اللهم صل على سيدنا محمد 5 وراك، غسلهم كويس وفتحهم كده بالسكينة بحيث ان انا لما تبل التتبيلة تدخل جوه اللحم، تمام. معايا هنا بقى 4 معالق كاتشب و4 معالق الصويا صوص، تمام. اجيب الصينيه بتاعتي كده وهقوم رصه فيها الوراك كده اهو، اهو كده خلاص يا جماعه. هقلب بقى الصويا صوص والكاتشب مع بعض وهاخد منهم وادعك الفراخ كلها كويس جدا من تحت ومن فوق ومن كل حته اهوت. هفضل ادعك فيها كده، وبعد كده هقوم ضايفه التوابل اللي هي عباره عن ايه، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، ومعلقه بهارات فراخ، وهقلب كل ده مع بعض كده اهو. اهو ده بقيه الطبق يا جماعه، انا هحطه بقى كده كله ماشي، واللي في الطبق ده انا مش هرميه ما تقلقوش. هقلب كل ده كويس جدا كده في قلب بعضه كده اهو، من تحت ومن فوق كده، بحيث ان ايه كله ياخد من التتبيله ويشرب منها كده، وياخد بقى اللي كان في الطبق ده واحطه على الوش كده اهو، بيديها لون حلو قوي اهو. كده بقى هجيبها على النار، وقبل ما اولع عليها النار احط لها معلقه زيت ماشي، وبعد كده اقوم مولعه النار عليها واقوم مغطياها، سايباها كده مع نفسها بقى شويه حلوين على نار هاديه كده ماشي. مش هتاخد ما كملتش معايا تلت ساعه مثلا على النار اهو. يا جماعه ده شكلها بعد ما استوت معايا، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بجد الوصفه كانت تحفه. اقوم مولعه الشوايه على طول، هاخد بقى من الصوص اللي نزل منها ده بالفرشه كده واقوم حاطه على الوش، بيساعدها ان هي تاخد لون حلو قوي قوي. ده خلاص كده يا جماعه شكلها، ايه رايكم في جمالها؟ ايه رايكم؟ يا ريت لو عجبك الفيديو يا قمر تحط اللايك وتشتركي معايا في القناه عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. جنب شويه رز كده هاخد